برضه بنسمع عن اسماء كتيره جدا جدا في مساله جراحات السمنه، دباسه ذكيه، تحويل المسار، الساسي، تكميم المعده، يعني اسماء كتيره جدا في النهايه كلها بتؤدي الى انه او بتدخل تحت بند جراحات السمنه. انا عشان مش عايز توه العيان، وهل دي اسماء تجاريه ولا هذه اسماء طبيه لاجراءات جراحيه معتمده من الممكن انه مريض تنفع له النوع ده ومريض ينفع له نوع اخر؟ حضرتك بتضرب في نقاط مهمه جدا عطول. جدا يعني في الصميم. انا نفسي بتوه، يعني انا جراح ومدرس في كليه الطب، يعني بدرس الحاجات دي وبقوم بالتدريب في احنا قلنا نجيب اهل نسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون، يعني الطب المتطور في القصر العيني في جراحات السمنه، وبتوه ايه التكميم التغليفي وايه التكميم المعياري وايه التكميم اللي مش عارف. احنا عندنا هي انواع معروفه، أيوة. عندنا تو كاتيجوريز كبار او ثلاثه كاتيجوريز كبار، اللي هم العمليات التقييديه اللي هي بتقلل كميه الاكل اللي يقدر ياكلها العيان، العمليات المبنيه على سوء الامتصاص، والعمليات الهجينه. العمليات المسؤوله او المبنيه على سوء الامتصاص بس دي زي اللي هو البيليو بنكرياتيك دايفيرجن او التحويل البنكرياسي المراري، يمكن بتعمل الاوزان العاليه قوي ومش كتير قوي بنعملها. كويس. لكن التو كاتيجوريز الكبار اللي هم التقييديه والهجينه ما بين سوء الامتصاص والتقييديه، هم دول اكتر حاجه احنا بنعملهم. طيب ايه الانواع؟ هتلاقي التقييديه دي هم ثلاث عمليات ما فيش غيرهم، اللي هم حزام المعده، وده يعني بيختفي دلوقتي خلاص، شبه اختفى تماما، وتكميم المعده اللي بيتم فيه القص الطولي للمعده واستئصال حوالي 80% من المعده من حجم المعده ويتبقى بس انبوب على شكل كم كده بنسبه 20% من المعده الطبيعيه. والطي اللي هي بديل للمعده، بديل اكثر امانا وارخص شويه، لكن ده محتاج مهاره وتكنيكاليتي عاليه جدا من الجراح، يعني محتاج جراح اشتغل حالات كثيره جدا، فبالتالي نسب نجاحه في اجراء هذه الجراحه بتكون عاليه. هي معتمده جدا على الجراح اكثر من اي حاجه ثانيه. والناحيه الثانيه هتلاقي العمليات المبنيه على التقييد مع سوء الامتصاص، اللي هم تحويل المسار المصغر والكلاسيكي، وفي حاليا الاميرجنج الساسي داخل في السكه دي. كويس. نيجي بقى هتلاقي بقى اسماء كتير جدا كده بتطلع بهدف تجاري ليس الا. ليه ايه بقى؟ عشان بس ايه؟ احنا بنتكلم نقول على للناس الاسماء المكتوبه في الكتب، ده اللي موجود في الكتاب، المكتوبه في الاوراق اللي بره الكتاب بقى، في الطب مبني على الدليل. ايوه. هذه الاسماء. كويس. مفيش غيرها. نيجي بقى هتلاقي واحد كاتب التكميم المغلف. ايوه. التكميم المغلف دي حاجه بنعملها من سنين، اللي هي لما تيجي تساله ايه التكميم التغليفي ده، هيقول لك انا باخد غرز على صف الدبابيس وبقلب جزء من جدار المعده على صف الدبابيس عشان اقلل معدلات النزيف والتسريب. احنا بنعملها من سنين ولكنه اسمه تجاري، ده الروتين عشان بس لا ينخدع الكثير من الناس في الاسماء التجاريه لجراحات السمنه، يعني هو مش ويجري ورا وهم شويه. مش خداع قد ما هو جذب، يعني انا اسم رنان كده في النص، فبجيب العيان بيه. كويس.